جريدة الوطن، وخبر بيقول الصحة العالمية انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة الأحد المقبل. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة على مرحلتين، وستبدأ الأحد المقبل، حيث ستقوم وزارة الصحة الفلسطينية بالتعامل مع المنظمة واليونيسيف ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بتوفير قطرتين من لقاح شلل الأطفال الفموي الجديد من النوع الثاني لأكثر من 640 طفل 640 ألف طفل تحت سن العاشرة، وذلك بعد تسلم 1.26 مليون جرعة من اللقاحات و500 من حاملات اللقاحات إلى غزة بالفعل، بالإضافة إلى استلام 400 ألف جرعة ستصل غزة قريبا. أستاذ أحمد، الحقيقة أنا وقفت عند الخبر ده شوية لأنه استغربته. يعني أنتوا مهتمين أن أنتوا تدوا للأطفال لقاح ضد شلل الأطفال عشان ما يموتوش، ومش مهتمين بموتهم بالقصف المستمر اللي لحد الآن الأطفال بتموت والنساء بتموت والرجال والشيوخ وكل من في قطاع غزة من الفلسطينيين بيتعرضوا لهذا القصف. مهتمين جدا بلقاح ضد شلل الأطفال ومش مهتمين بالقصف. يعني عايز اقول لحضرتك صباح الخير الاول يا استاذ اندرو. هو طبعا شيء مؤسف جدا هذه المعايير الغربيه الغريبه. يعني هو شيء مفرح وطيب ان يتم طبعا، بس الاطفال للاسف الشديد يعني حتى الناجين من الحرب، بما اننا بنتكلم على شلل الاطفال وتوزيع اللقاحات، يعني كل الجيل ده وكل الناس اللي تعرضت على مدى قرابة العام لهذا القصف العنيف والمفزع، يعني أكيد جات لهم أمراض نفسية وحالات نفسية صعبة ومشاكل، حتى الناجين يعني يا ريت حتى اللي تحت الأنقاض أو اللي حسبوا في عداد المفقودين، وزي ما حضرتك أشرت يعني قتل ممنهج ومستمر، حتى الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة بتركز على التجمعات السكانية في المناطق بين قوسين التي يطلق عليها أمينة. يعني هذا شيء مستغرب جدا، وفي نفس الوقت يعني نتمنى السلامة والنجاة طبعا للجميع، وبالذات أطفال غزة، وأن تنتهي الأزمة على خير قريبا إذا تدخل يعني العديد من القوى الكبرى، خصوصا الولايات المتحدة التي تحولت للأسف الشديد إلى شريك للحكومة الإسرائيلية. أي إدارة أمريكية هتمارس نفس هذا الفعل. يعني الحقيقة شيء مخزي وشيء ملوث للسمعة والتاريخ، سواء للإسرائيليين أو للأمريكان الذين يتحملون هذا الوزر بنفس القدر ونفس المساواة.